السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج حلو قوي اسمه UiPath Studio X. هي الفكرة منه ايه؟ الفكرة منه ان الحاجات اللي انت بتعملها بصفة دورية تقدر تعملها على البرنامج دايركت، هو بيوصل لك الحاجات ببعض. يعني على سبيل المثال، انت متعود لما يجيلك ايميل مثلا على الجيميل بتعمل حاجة معينة، بتفلترهم، عايز تعرف اخر الاخبار، فممكن يعمل لك ملف اكسل كل خانة فيه في الاخبار اللي حصلت النهاردة. مثلا عايز مثلا لو انت زملكاوي والزمالك جاب جون يقول لك النتيجه، لو ما قال لك لو الاهلي كسب ما يقول لكش بقى. يعني تقدر تعمل حاجات اوتوماتيك يعني، تمام؟ فبتلاقي التمبليت لحاجات كتير قوي جاهزه، مجرد بس ان انت توصل الحاجات ببعض. يعني انت مش محتاج ان انت تبرمج. في ناس مبرمجين شاطرين بيقدر يعمل حاجات كتير قوي. يعني مثلا ايه، خطيبته كل شويه تقول انت مش مهتم بيا، فهو ايه مبرمج كده ان كل نص ساعه يبعت لها رساله شكل، تمام؟ وهكذا. فهي الفكره كلها في كده، ان انت بتقول له مثلا ايه، انا عايز ملف اكسل مثلا، اهو ملف الاكسل ده كل ما يحصل حاجه هيعمل حاجه معينه، فبيقول لك اختار الملف او اعمل واحد جديد. فبتبدا تقول له بقى ايه، اهوت ممكن نختار مثلا اي ملف اكسل، تمام؟ وتقول له مثلا ريد فورمات وهكذا. الملف الاكسل ده مثلا ممكن تقول له ايه، خد تواريخ الميلاد وابعتها لهم ايميلات كل واحد عيد ميلاده، تبعت له كل سنه وانت طيب في عيد ميلاد، بدل ما انت تعملها يدوي. فانت تبدا بقى تعمل سيلكت وتروح حاطط ايه اليوز جيميل وتبدا ترتب الحاجات. هي الفكره كلها توصيل الحاجات ببعض من غير ما تقعد تبرمج. هتلاقي في حاجات كتيره جدا جاهزه، زي مثلا عندك الاوتلوك، عندك الجيميل، عندك الاكسل، باوربوينت، وورد، دي حاجات خاصه بالداتا. في عندك حاجات خاصه مثلا ان انت تعمل الجي ميل ملف جاهز، ما بتقعدش تبرمج اي حاجه خالص، انت مجرد بس بتربط الحاجات ببعض وهكذا، تمام؟ تقول له مثلا لو حصل تاريخ كذا ابدا مثلا ابعت ايميل، ابعت رساله وهكذا. ممكن تجهز تشارت مثلا معين باخر الاخبار بكومنتات وهكذا. في ناس كتير استخدمت البرنامج دوت وعرفت انها يساعدها في ترتيب الحاجات الروتينية اللي بتاخد منه وقت وجهد.